السعال عندنا نوعين، عندنا السعال الجاف والسعال لا توسيش اغراس، يعني اللي يكون مخاطب ولا كيما نقولوا اونتر بارونتيز اللي فيه النخمه. فوالا دونك اكرمكم الله. اكرمكم الله اكيد. دونك نبداو بالسعال الجاف. الجاف هي هنا يدخلوا الاسباب خاصه، وثانينا نشوفوا باللي كي نكونوا اون غريب يبدانا جاف ومن بعد يولي فيه لاغريس. علاه دونك الابرز الاسباب تاع اللي يخلونا السعله هذه تجينا هما سوا مشكل حساسيه كيما انت فريال عندك تعاني من الحساسيه. حساسيه مزمنه على ما يبدو. فوالا انا ملي يدخل الخريف وانا في هذه الحاله مريم. فوالا هذا من اول الاسباب، الناس اللي تكون عندهم حساسيه. حساسيه للغبره، حساسيه للبرد. كليماتيزور ثاني. نعم، وحساسيه الكليماتيزور لانه الغبره اللي هو يمشي الغبره. آه اليس كذلك؟ المكيف الهوائي يمشي الغبر. ومن جهه اخرى مواد التنظيف ايضا اللي احيانا الانبعاثات هذوك الجهاز التنفسي تاعك ما يحملهمش. فوالا دونك هذا السبب الاول. هذا النوع تاع هذا الحساسيه، يعني النوع تاع السعله اللي يكون عندها جينيرالمون تولاتو سيش، يعني تكون ناشفه وترافقها حكا جينيرالمون، تحكك الحنجره تاعك، نيفك، من فمك من الداخل تحسيه كاع يحك، ومام الناس اللي يحكوهم عينيهم هادو كاع عندهم علاقه بالحساسيه. هذا النوع تاع السعله جينيرالمون يكون موسمي كما قلت انت، عندي دي بيريود وين تخوالي هاد السعله تقدر تروح من ام موا حتى ل 3 موا، ومولاها على بالو باللي سي دو اون اليرجي، عنده حساسيه من حاجه غبره ولا تاع لي بولان، هذوك لي غراند بولان كيبداو يتفتحوا الناس يبداو يسعلوا. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه تكون بسبب فيروسي وميكروب ولا اون باكتيري اللي تدخل الجهاز التنفسي تاعنا وتسبب لنا رد الفعل هذا اللي يكون السعله. مع كيما رانا دوكا في هذا الموسم، هذه هو يعني الحكايه كاع راهي هنايا، وين الناس راهم يمرضوا بالانفلونزا يشوبيو الفيروس H1N1 ولا بو امبورت، ويبداهم مع الاول سعله تكون ناشفه. علاه؟ يكون هذاك الفيروس مازالو في لي فوا سوبيريور، يعني مازالو غير في النيف في الفم، مازال مهبطش بيان لي بومون. دونك هذاك الرد الفعل، هذيك السعله الناشفه الكور تاعنا يكون يسيي يطرد هذاك الفيروس. ابخي كي يدخل لي بومون تاعنا يقعد بيان كوم يلفو، تتحول تولي هذيك من لاتو سيش تولي غراس. كيفاش نعرفوا بلي هاد السعله راهي اون غولاسيون مع هاد الانفلونزا اللي رانا نعاني بها ولا مع هاد لاغريب؟ مع الاول في لابيغ اللي تبدا لاغريب السمانه الاولى تكون مرفوقه بحراره، الحراره درجه الحراره ترتفع في 3 ايام الاولين، لكن ما تكملش مع السعله. واخا دوك نهضروا تقدر تكون هذه كومبليكاسيون تاع السعله لو كان تكمل معاك الحراره مرتفعه. دونك ليامات الاولين وهاد السعله تبدا تنقص مع الوقت كل ما تبدا تروح لي هذيك لاغريب. كاين ناس رانا شفناها براهم لاغريب بصح مازالت لهم عندهم السعله، يعني تقول لهم السعله هذيك مزمنه. فوالا كاين ناس مازال شوفوا واش نقدروا كيفاش نعرفوا بلي سي توجور اون غولاسيون مع المرض اللي رانا به. تقدر السعله تقعد لي حتى 3 سمانات هكذا، وهذا سا ديبون المناعه تاع الشخص. انسان كبير ماشي كيما انسان صغير، انسان اللي راهو ياخذ دي فيتامين يقوي المناعه تاعو ماشي كيما اللي ما راهوش ياخذ دي فيتامين. دونك السعله هذه تقدر تطول تكون توجور عندها غولاسيون بلا غريب، ولكن كاين دي كومبليكاسيون وين لا المشكل يكون على مستوى الرئه. يقدر ناس اللي يعانوا خاطش السعال كاين اللي هذا يكون بيريوديك تابع الحساسيه ولا انفلونزا، وكاين اللي كرونيك كاين ناس على العام يسعلوا. دونك لازم نعرفوا باللي لا ما نربط ما ولاتش عار ما ولاتش يعني عارض تاع حاجه سامبل، لكن يقدر يكون هذا مشكل كبير على مستوى الرئه. كاين تلف رئه، كاين ناس اللي يعانيوا من تلف رئوي وما على بالهمش غير يسعلوا، دائما يسعلوا.